كيفاش؟ وضو كانوا يقعدوا هكذا ما يستقبلناش هذا. باينة قالوا ما على بالناش بهم يحلوا يلعبوا على روحهم. ولا على بالك بوستيشا ولا تحب دير لنا ميما برك؟ راني نقول لك يا سكان المملكة مولاي عاشور العاشر ربي ينقص من عماركم ويزيد في عمره رايح يهدر معاكم من الباركو على البث المباشر. راك تسمع بوستيشا؟ مش انا نسمع دوك تشوف الى خرج. ها هو خرج مولاي عاشور شفتو قلت لكم دوك يخرج. عطونا خدمه عطونا خدمه عطونا خدمه عطونا خدمه عطونا خدمه. مولاي اسمح لي خرج العسكر شوف كيفاش سكتهم لك كامل ضربه وحده. لقمان ماشي بالعنف وليدي غير بالعقل ما تديش كيما خالك فارس. اسمح لي يا مولاي ما يلزمناش نتقلقوا تول حنا اللي ما عرفناش نمدوا لهم الفرصه نتاعهم. كيفاش ما عرفناش نمدوا لهم الفرصه يا برهان؟ ما شفتش عطينا لهم الدراهم تاع لي جون راحوا شروا معواد وشروا ماتيريال وكلاو دراهم ولا نسيت خدمه مديتوها البراني وحنا خليتونا ميزيريه وبزياده الخدمه ما كاش. وكيما ما طلبناش الخدمه حنا ولادنا واش نوكلوهم؟ يا سكان المملكه راه رايح بلاطنا ليكيب ما عنده ما يبلعط اليوم تتخرب. يا اخي احنا عطيناكم الخدمه وانتم ما حبيتوش تخدموا. احنا نخدموا مولاي ما كاينش اللي قال نروحوا تخدموا. وزيد يكذبوا يا مولاي. شوف اسمح لي انا نروح ما نقدرش نصبر على هذه المهزله هذه. قنديل قنديل بالعقل واش تقول نرميهم كاع في الحبس؟ لقمان وليدي اسمح لي مولاي الحبس ما راهوش الحل. الحل هو يلزم السكان المملكه نعلموا لهم ثقافه العمل. لا على بالك مني ذاك دوخني انا تبان لك شغل كاع ماكش عايش معنا على بالك. هك حاب ثقافة العمل هذوك تشوف ثقافة العمل. يا سكان المملكة هاكم حابين تخدموا؟ بصح حقرونا حقرونا ما تقدرش تسكت. نقدر. شكون يديكم حاب يخدم وزير؟ هذا فلوس ديالي تو واحد وين تدنا؟ الله يبارك الله يبارك. وقنديل وين نديرو انا؟ نزروطو نرميه؟ هيا بنا علينا شكون فيكم حاب يخدم جنرال؟ انا نحب نخدم جنرال. اوعدنا جنرال كالعاده كالعاده ديتو كلش خلاص صاحب بقى بوست واحد شكون حاب يخدم سلطان؟ واحد البومبيه كم حابين تخدموا سلطان؟ شوف او عندي بوست واحد برك وانا نحتاجه جاردينيه شكون لو حاب يخدم فيكم جاردينيه؟ جاردينيه هذا مريض جاردينيه متعوبه بزاف. هيا هيا روح جاردينيه. شوف ثقافه العمل كيفاش. هيا سيدي كي قلت جاردينيه شفت فركتو.